اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري المواطن العربي بيجيلك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم بيقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا، انت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معنا ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضه نفسها مش معموله من ماتيريال واحد. ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا المريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بنقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرئاسه. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم. الحقيقه في عالم الطب كله في ما يسمى الان بايره العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حتة في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، الوضع مختلف تماما، وخصوصا في عالم طب الاسنان. طب الاسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرض، بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومة ناجحة تتعامل مع مشاكل طب الاسنان ومشاكل المرضى الكبيرة جدا في مصر، واللي الحمد لله الشعب المصري بدأ والشعب العربي بدأ يتقدم جدا في ثقافة الاعتناء بأسنانه إلا ما يكون في عمل جماعي. ضيف العزيز الاسم المتميز الكبير أستاذ دكتور نور الدين مصطفى، أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، وحشني جدا. وأنت جدا جدا جدا. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. طبعا دكتور نور. صح طبعا، طبعا. وايتي إيليت مش ده عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد، فقررنا إن احنا نسميه وايتي إيليت عشان نقول احنا بنقدم خدمة لناس إيليت بشكل إيليت او بشكل متميز يعني. وطبعا الاول انا بقول ان انا محظوظ جدا ان ربنا اكرمنا وان انا بقيت مع فريق زي الناس دي. يعني انا راس مالي كله هو الفريق ده. المواطن المصري المواطن العربي ربما لفترات طويله اهمل في اسنانه، فبيجي لك غالبا عنده مجموعه من المشاكل طبعا ما يقدرش يحلها شخص واحد. الحته دي عايزك تشرح لي شويه قبل ما ندخل في نقاشنا مع الفريق. طيب انت النهارده واحد بقى له 5 6 سنين ما جاش لدكتور اسنان، عنده التهاب في اللثه، احتمال يكون خلع اسنان، احتمال يكون عنده احتمال يكون محتاج تجميل. فبالتالي فكره ان هو يخش للدكتور يعمل له علاج اللثه ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعه، الفكره دي عالميا خلاص ما بقتش موجوده. تيجي تعمل علاج عصب لسنه، بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش. طب انت عملت ليه علاج العصب من الاول؟ علشان ما عندكش بلان او ما عندكش الفريق اللي بص فقال لك دي ينفع تتعمل علاج عصب، وبعد ما تتعمل دكتور التركيبات قال لك لا دي ينفع تتعمل تركيب. لان لو ما تنفعش تعمل تركيبه يبقى هتحول الحاله كلها لمين؟ لدكتور الزراعه عشان هيخلع عشان هيعمل زراعه. يبقى انت الحاله ما تفضلش تلف وتروح عند دكاتره كتير، هي في نفس المكان
بتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي ان احنا نناقش اعضاء من فريقك. على فكره يعني انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسله مع الفريق طبعا، وهذه السلسله النهارده هناخد جزء، معلش هنتعبكم تاني ونيجي تاني وناخد جزء، يعني هنعمل على الاقل 3 أو 4 حلقات. والناس لازم تتفرج. انا بدعو طلبة طب الاسنان يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل دكاتره الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل مرضى العالم العربي اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتفرجوا كويس جدا، لانه احنا هنقدم حاجه اسمها نموذج العمل الجماعي. لو ما لقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حته في اي بلد عربي في طب الاسنان، انت مش داخل مكان طب اسنان جيد. انا في رايي كده. تمام، هنبدا بضيف العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي، استاذ مساعد التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا بيك يا فندم، منورنا وسعداء بوجودك معنا النهارده. لكن انا طبعا عايز اسالك سؤال صعب قوي، وكدايما الدكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات، الخطه العلاجيه. هسالك الاول على الخطه العلاجيه، ايه المقصود بالخطه العلاجيه؟ هل ال دكتور ماجد المواطن المصري والعربي، انتوا ليكم سمعه ما شاء الله في المنطقه العربيه كويسه جدا، عنده ادراك للمعنى الكلمه دي، ولا بيدخل تقول له الخطه العلاجيه يقول لك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقولوه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ ما هو ده كلام بجد بقى. تمام. هو احنا يمكن فعلا فكره التخصص دي من اكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها، لان زي ما حضرتك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجه بنفس الكفاءة. بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات الثابتة. ده علم احنا عندنا في الجامعة في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان. فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقة مظبوطة لازم الناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت. فاحنا هي دي الفكرة، فكرة الفريق ازاي ان يبقى في ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي المريض عايزها في الاخر. اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه. طب ايه مفهوم الخطه العلاجيه ديت؟ ان المريض من اول يوم هيجي لنا يتعمل له تشخيص كامل، بنشوف كل المشاكل اللي موجوده عند المريض بتبتدي تتكتب بالترتيب، تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفه، بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث ان احنا نقدر نوصل للحاجه اللي هو عايزها باسرع وقت وباقل مجهود او تعب ليه، مع الحفاظ على الاسنان. طب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده، ده لازم كل مجموعه التخصصات اللي هي تركيبات، تقويم، علاج جذور، علاج لثه. ففعلا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطه كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطه العلاجيه ديت، وبيتم ابلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل. يعني اول ما بيجي لنا المريض وخلاص حطينا له الخطه العلاجيه، من اهم الحاجات ان احنا ناخد الابروفال بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، عن طريق ان احنا نبتدي نعمل تصميم الابتسامه. طيب احمد محسن المدرس المساعد للتركيبات الثابته، واضح ان انتوا برضو عندكم حته انتماء يا احمد للفروع داخل بقى. شوف بص ماجد قال لك ايه، ده فريق التركيبات الثابته احنا الجامدين، واخد بالك كلهم ايه واخدين الحته الاولانيه وبتاع. هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق. انت صح كده؟ صح. انا بدات برضه حاجه ده. طيب قول لي بقى ايه 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 ال ايه ال 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 احنا هو بصلك الكوره في ملعبك في حته مهمه جدا، حته القرار النهائي في الخطه العلاجيه، صح كده؟ صح كده. هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش اسطمبه كل المرضى بتطلع نفس الشكل، وده الغلط اللي بيقع فيه تلات ارباع او معظم دكاتره السنان. هو اسنان مرصوصه زي ما الدكتور بكاوي وصفها باسنان شيكلتس بيضه كله شبه بعضه، انت زي اخوك زي ابن عمك، وده غلط. هي الابتسامه بتبقى مصممه خصيصا ليك بابعاد ببروبورشنز بنسب معينه، لازم تبقى متقاسه كويس قوي. فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده، احنا المريض بيدخل بعد ما بندخل بعد ما بتفق معانا على خطه التجميل بتصور صور من انجلز مختلفه، الصور دي تبقى هاي ريزوليوشن وديجيتال، وبتصور بالديجيتال عشان نعرف نعمل الديزاين، والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا ليه. الابتسامه دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصه، وده غلط. لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ماجد شرح ان هيتعمل له ايه بالظبط. ما ينفعش المريض طبعا رايه المهم وكل حاجه، بس المريض مش دكتور، المريض يوجه للصح ليه.
فالديزاين ده مهم قوي المريض يشوفه يأبروف عليه، ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه، حتى لو ليه تطلعات اكتر من كده بيبقى عارف ان في ليميتيشنز، في سقف للحاجات دي، فيبقى عارف انا هوصل لشكل ده واحنا نعرفه ازاي هيوصل له باحسن طريقة ليه. عظيم. هنروح للدكتور محمد مصطفى اخصائي التركيبات الثابتة وتجميل الاسنان. ما زلنا مع فريق التركيبات اللي النهاردة يعني متصدر المشهد. انا بادئين بيه بس بادئين بيه بي. على فكرة كل الاقسام مهمة جدا جدا جدا، شغال ونشوف مين اللي المكسب الزملكاوي ماشي. قول لي بقى محمد، تجميل الاسنان اهميته كبيره في عالم الاسنان عموما، صح؟ مظبوط، تمام. التحضير والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مظبوط. يعني التجميل في عالم طب الاسنان ده راجل حاجه مهم، بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا انا غلطان؟ لا بالظبط كده، تمام. قول لي بقى، احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه، فاحنا لازم نفكر احنا عايزين نوصل لايه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي ونبتدي نحضرها بالطريقه المظبوطه بقى عشان نوصل لها بالطريقه المظبوطه، بحيث لا انا اقلل من التحضير بحيث الريستوريشن او الفاينل يطلع بالكي شويه او بارز قوي، ولا انا اشيل زياده من السن فاضطر اعمل علاج عصب ملوش داعي. تمام. على سبيل المثال مثلا عشان احنا بنبص على الديزاين، فتمام احنا عندنا مثلا فراغات مثلا بسيطه بين الاسنان، عايزين نغير في لون السنه، نطول السنه حاجه بسيطه، فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنه وبنحط عليها قشره تجميليه ونسيب السطح اللي جوه ما نلمسوش خالص. في بعض الاحيان ما بنقدرش نعمل الفينيرز او العدسات اللاصقه التجميليه بتاعت الاسنان دي، فبنعمل التحضير ازيد شويه لما يكون السنان بارزه لبره، لو مثلا عندنا في حشوات كتيره في الاسنان فنضطر نعملها بروتكشن او حمايه اكتر بعد علاج الجذور، فبنضطر نعمل التحضير داير ما يدور حوالين السنه بيبقى اكتر شويه من تحضير الفينيرز او القشور دي، قشور التجميليه البسيطه دي، وبنعمل كراونز عليها. تمام. هو ده بالنسبه لتحضير الاسنان، لازم نشوف عايزين نوصل الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي ونحضر الاسنان على اساسه. طيب محمد، في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا، يعني قاعد لانه لسه ما شافش، وانت دلوقتي بقى ايه، هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حاله التحضير اوريدي، ما فيش حلول لسه بانت، الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقولوا، ازاي بتتعامل مع نفسيه المريض في الحاله دي؟ المريض عامه بيبقى شايف الشكل اللي هيوصل له في الاخر قد ايه، وده بيبقى اكبر موتيف ليه اللي هو يبتدي الشغل او يبتدي العمليه التجميليه. بتوري له الحاجه طبعا، بيوري له شايف شكل الديزاين قبل ما يبدا، وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدا، يعني عندنا صوره شكل تحضير الفينير او القشره تبقى عامله ازاي، وصوره ثانيه شكل تحضير الكراون، ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي، يعني فهو بيبقى متخيل الشكل اللي هيوصل له هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما بنخلص التحضير في بعض الاحيان بندي المرايه للعيان يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عامله ازاي، شوف هي تبقى بالظبط زي الصوره او زي الموديل اللي هو شافه قبل ما يبدا الشغل. عظيم. طب تعالى نروح بقى للدكتور باسم محمود اخصائي التركيبات الثابته، ما زلنا في برضه التركيبات، صح كده؟ طبعا. التركيبات كل اللي قاعدين الفريق ده كله تركيبات. تعالى بقى اسالك، ما انا عارف ما التركيبات مسيطر، خد بالك مسيطر. المواد ده الماتيريال دي، ده عالم وعالم رهيب طبعا، والناس وصل لها معلومات من خلالنا، بدأنا نتكلم على الزركونيا، بدأنا نتكلم على الإيماكس، بدأنا نتكلم على انا هنافسكم بعد كده، احكي لي على المواد. هو التركيبات الثابته عموما ليها يعني مواد وماتيريالز كتيره جدا، وكل ماتيريال ليها بروبرتيز او خصائص مختلفه عن الثانيه. فور اكزامبل مثلا في ماتيريالز تتميز ان هي درجه لونها ودرجه الشفافيه بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا، فدي غالبا بنعملها في الاسنان الاماميه. وفي تركيبات زي مواد زي الزيركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوه صلابه وقوه تحمل عاليه، فدي غالبا بنستخدمها في الاسنان الخلفيه. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حاله زيركونيا، مع ان في دلوقتي ريسنت المونوليثيك زيركونيا ده ممكن نستخدمه كتير، بس ما بديناش نفس الدرجه الجماليه زي الايماكس مثلا، بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل ماده في استخدامها، وده زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل ماده ليها طريقه تحضير معينه. يعني زي مثلا انا هعمل زيركونيا، فالزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شويه من العدسات اللاصقه اللي بتستخدم زي الايماكس مثلا.
فلازم ده بحر، ولازم الدكتور متخصص يبقى عارف خصائص كل ماده وكل ماده بنستخدمها في ايه بالظبط والكلام ده كله. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ انا عايز اسال الدكتور وارجع لك نفس السؤال. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ مثلا انت شايف ان من الناحيه الجماليه هذه الحاله تستحق نوع معين من المواد، تمام، بس الراجل عنده عضه شديده وبيعض او عنده مشاكل فبيعض على اسنانه، حد يجي يقول لا ال 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 الماده دي مش هتستحمل مع الشخص دوت، فارجوك غير. حد من الفريق؟ لا مش حد من الفريق، ولا الدكتور ولا الحاله؟ الحاله نفسها ممكن تقول لو عندها صحافة. الحاله ما احنا اللي بنقرر. وبنقرر انت شايف الفريق عامل ازاي؟ الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخض. في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحاله كويس، اول ما يبدا يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدات تبوظ منه ومش عارف يلمها. لا، لما يبقى عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبره، وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامله اكتر من 5000 حاله، فبالتالي خبرته اليدويه عاليه جدا. الخبره بتخليك وانت بتتعامل مع الحاله مطمن. دكتور فريد عماد الدين، دكتور فريد ازيك؟ فريد عندك سؤال مهم قوي بقى صح. قوي عايز اسالك على واحد من الاجهزه اللي كانت او احدثت حاله من حالات الثوره في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احدث الثوره لانه كان دايما الناس عندها تخوف انها تيجي طب الاسنان لاي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت بقى، خلاص العام يجي عنده مشكله جهاز السيرك بيصلح له بيعمل له الحاجه وهو قاعد. فاحكي لي عن جهاز السيرك قد ايه افادكم. السيرك احد الـ 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 الانواع والاسامي التجاريه لفكره الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت لنقطه ان موضوع الوقت والسرعه والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعه مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبه للمريض، بس ما ياثرش على حاجات معينه. حاجات معينه في صناعه التركيبه في وقتها، في لو احنا زي ما دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللسة في الكلام ده كله، سرعة التركيبة مع اللسة والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط. هو ده بقى فايدة الفريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللسة لا محتاجة نقعد شوية، محتاجة نستلم تاني يوم، محتاجة نستلم تالت يوم، الكلام ده كله. أنا والمريض بس اللي بنصمم التركيبة، أنا مفيش ثيرد بارتي أو طرف ثالث معانا في الموضوع اللي هو المعمل. المعمل كان طرف ثالث بالظبط، هو لا شاف العيان، لا شاف وش العيان، لا شاف شفايف العيان، لا شاف التحضير اللي معمول، لأن المقاس ده مهما كان دقيق، الجبس اللي هيتصب بيه المقاس مهما كان دقيق، التكنيشن أو الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضه مش هيبقى زي الدكتور اللي شايف الحالة ومحضرها. يعني أنا بقعد بصور العيان وابتدي في الديزاين، دكتور محمد أو دكتور ماجد أو دكتور أحمد محسن اللي حضروا وشافوا الحالة قاعدين معايا بيشوفوا إحنا رسمنا هنا إيه، حضرنا هنا إزاي، عملنا إيه. كل القصة دي بتقلل اعادات التركيبات وبتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا، يعني المريض صعب ان انا اخده معمل اوريه له. حتى لو استنيت 3 4 ايام وما المعمل يجيب لي الحاجه ويبص عليها، هو ليه؟ هو المريض يشوف الديزاين او التصميم بتاع الابتسامه اللي هو موافق عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفايفه بوشه باللسه بتاعته بالكلام ده كله، ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب، لا يا دكتور طب ممكن نعمل شويه ادجستمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له سيرتن ومظبوط 100%، لازم يبقى عنده تغيرات، لازم ياخد راي الناس، لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض في خلال يوم او يومين يجي يشوف الديزاين، ابعته له باي سوشيال ميديا ابلكيشن او اي حاجه ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل ويوريه لقرايبه ويوريه لمامته ويوريه، يعني ايا كان الكوميونتي اللي هي او اللي هيوريه لهم يوريه مراته بالظبط. اي حد بقى لما الست دي جبت كل الناس مش عايزين مشاكل او لخطيبته او بس. فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصه قوي، شايف قوي ومقرر قوي، وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجاه استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر. اسمحوا لي نرحب بضيف العزيز طبعا الدكتور محمد السمرائي استشاري تقويم الاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، اسم متميز وكبير. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. التقويم مهم، وسؤال يعني كلاسيكي جدا، متى نلجأ للتقويم؟ يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغيره، ايه رايك في هذا؟ او للكبير
او الناس كبيرة قوي ولا الصغير. لا، هو الحقيقة تقويم ملوش عمر محدد، لانه بيعالج مشاكل متعددة، مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار. لكن هو عشان خاطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح، لازم يبقى على طول يعمل متابعة مع المتخصص في التقويم من اول سن الطفولة. يعني من اول ما يبدأ الواحد يبدل اسنانه، لازم يكون ولي الامر مهتم بان هو ياخد ابنه او بنته ويروحوا للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن 7 سنين 8 سنين لازم يروح ويشوف، حتى لو هو مش ملاحظ ان في مشكلة. وفي بعض الاحيان بلاقي فيه اب وام مش ملاحظين المشكلة اصلا، لكن وعنده يعني شايف الاثار بتاعت المشكلة، يعني حاسس انه ابنه مش بينطق الحروف كويس، او مش بيبلع كويس، او بيتنفس من بقه كتير. وبتكون المشاكل دي اغلبها او جزء كبير منها ممكن يكون عامل مهم فيها هو اعوجاج الاسنان، وبيبقى بالتالي محتاج تقويم. فبالتالي المتابعة البدري ان هو يروح، حتى لو الابن ما بيشتكيش من حاجة، بس يعرف هل انا محتاج مش محتاج، كل شيء ماشي كويس، ده مهم. وفي نفس الوقت بيتجنبني مشاكل ممكن الطفل ده يبقى لو ما تعالجتش تحصل. يعني ممكن انا اتجنب التقويم اصلا لو عملت تشيك اب من بدري، وممكن اتجنب تقويم كبير، يعني ممكن يكون تقويم صغير لو عملت برضو تشيك اب من بدري، ممكن اتجنب عمليات جراحية لو عملت تقويم بدري. فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم، في عالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه، سؤال مهم جدا، وهو طبعا استشاري جراحة الفم والأسنان ومدرس جراحة الفم والأسنان من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. سؤال يعني هيبقى مهم قوي عن مفصل الفك، هذا المفصل اللي مشاكله كتيرة جدا. برضو بما ان احنا بنتكلم عن التقويم الجراحي، عايزك تحكي لي عنه حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين. اول حاجة مشاكل مفصل الفك، يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا. احنا نتكلم تقريبا من 15-20% من الناس المصريين او غير المصريين بيعانوا من عرض من اعراض مفصل الفك، بداية من طرقعة وبيفتح وبيقفل بقه، بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس، او فتحه مش عارف يقفله كويس، الام شديدة مع الكلام مع الاكل. فده منتشر جدا جدا جدا، اسبابه متعددة وفيري كومن او شائعة جدا، زي لو العضة مش كويسة، وهنا يأتي دور التقويم. لو حد هو صغير عضته مش كويسة، دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك. لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي، لو عمل حشوات او تركيبات مش معمولة كويس، مش متراعي فيها المسافة بين الفك العلوي والفك السفلي، دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة، على حسب المريض ده جالنا بدري ولا جالنا متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايت جاردز او عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك. ممكن نطلع بعد كده لحقن بوتوكس، او ممكن نطلع بعد كده لحاجة اسمها منظار على مفصل الفك. وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي بقى، هو زي ما قال دكتور سمرائي، في مفروض علاقة ما بين الفك العلوي والفك السفلي. عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي او بروز جامد في الفك السفلي. هنا مش بتكلم من مشكلة جاية من الاسنان، هي جاية من العظم نفسه. هنا بنحتاج ان احنا نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. قرب المايك. نحتاج نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا، يعني محتاج التقويم يتعمل الاول عشان يحسن الوضع للعملية ديت. اروح بقى للدكتور هيثم المعيرجي، يعني له شعبية عندكم حلوة هيثم، وانا بعزه يعني الحقيقة. منور يا هيثم. دكتور هيثم هو طبعا يعني المتخصص في الزراعة وزميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، جزء بقى مهم قوي في وعي الزراعة طبعا. يعني الزراعة مهم قوي، ازاي يعني دي حتة تهمنا في البطن، نتعامل مع الحالة الصحية للمريض اللي جاي يعمل زراعة، اللي عنده نقص كالسيوم، راجل كبير في السن، كمان العظم مش كفاية، الحتة اللي هي المشهورة قوي، ودي بتخلي الناس على فكرة تتأخر يا دكتور هيثم في ناس جيلك. ليه؟ يقول لك انا كبير في سن واعتقد ان حالة العظم عندي مش كويسة، لان سمعت الدكتور نور قال انه حالة العظم مهمة
وفقدان العظم ممكن يعوق قدام الزراعة يعني، ويروح جايب هو قال الجزء من الكلام وما كملوش. فانا عايز اسمع منك الصورة العامة. احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا ببعض. يعني احنا في ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم، وده مش حقيقي في الزراعة. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا الميديكال هيستوري من العيانين، ان كل ديتيل وكل تفصيلة في الحالة الصحية للمريض، كل دواء بياخده. مثلا مثال بسيط، العيانين اللي عندهم تعرضوا لجلطات قبل كده دايما بياخدوا ادوية للسيولة، ممكن ياخد كذا نوع من الدواء. الادوية دي منهم ادوية بتشتغل على الصفائح الدموية مثلا، منهم ادوية بتشتغل على عوامل التجلط، كل واحدة ممكن تأثر معانا بشكل مختلف. يعني ممكن يجي عيان يقول انا باخد دواء للسيولة، باخد دواء يعمل سيولة. طب حضرتك هو ايه؟ لا ما اعرفش. لا ما ينفعش ما تعرفش، لازم نبقى عارفين هو ايه وجرعته قد ايه وبيتاخد بقاله قد ايه. الحالة الصحية للمريض مهمة جدا. احنا بنسميها مش موانع زراعة، ولكن العوائق الخاصة بزراعة الاسنان او باي عملية جراحية عموما. العوائق دي منها عوائق طبية، حالة المريض الصحية، الحاجات اللي بتستدعي ان احنا نقدر نظبط حالة المريض الصحية عشان نقدر نعمله زراعة. هنراجع مع دكتور البطنة الادوية بتاعته، ايه التحاليل المطلوبة عشان نعرف العيان ده عنده سيولة زيادة ولا لا، مرضى السكر ازاي نقدر نتعامل معاهم، الغدة الدرقية اللي عندهم زيادة في وظيفة الغدة الدرقية او نقص في الوظائف او شايلين الغدة عموما، بالذات في العينين اللي احنا بنظبطهم عشان نعملهم عمليات كبيرة تحت التخدير الكلي. ده جزء مهم جدا. انا بشوف انك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العيان وتحط له خطة للعلاج واضحة، ده انت عملت اكتر من 50% من عمليات زراعة الاسنان. الجزء الثاني من الموانع اللي انا بشوفها هي اللوكال فاكتورز او الموانع الموجوده في الفم، ودي انا شايف ان هي بتربطني ارتباط وثيق جدا مع دكاتره التركيبات دكتور احمد محسن. طبعا اشتغلنا مع بعض حالات كتير، مش عايز اقول اسمه الحركي علشان وكل حد له اسم حركي طبعا. لا يعني مش كلهم، مش كلهم، مش فريق، مش هو محسن بالذات كده زي لعيبه الكوره كده بعد الهوا نبقى نعرف اسامي الحركي. دكتور محمد السمرائي طبعا. يعني دايما الموانع دي تكمن ان هي ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكثافه العظم، وموانع في اللثه، جوده اللثه، طبيعه اللثه اللي موجوده. كل واحده من دول بتستدعي ان انا اتدخل بشكل معين. او الحاجات الكومن جدا وبتعمل مشاكل جدا، المسافات اللي موجودة. انا يعني هشرح حاجة بسرعة كده ممكن تورينا قد ايه ممكن تعمل مشكلة. عيانة جات لي عمل الزراعة، يعني الدكتور قال لها انت محتاجة زراعة عظم، فزرعت عظم مرة، بعدين قال لها ده فشلت فزرعت عظم تاني، وبعدين زرع لها بعد كده زرع بعد تاني مرة من زراعة العظم، ركب لها عليها سنة، اتصدمت لان حجم السنه كبير جدا اكبر من السنه اللي جنبها، وكانت سنه اماميه اللي هي السنتر الاول سنه. حتى هي بتقول لي انا قعدت اعيط اول ما شفت السنه، فقلت له اخلعها لي، فهو بيخلع السنه راح خلع السنه بالزرعه اللي كانت موجوده. كم من المشاكل رهيب. اول حاجه كان عندنا مشكله في العظم وحجمه ما تعملش بشكل صحيح، لان انا اكتشفت ان المشكله عندها في اللثه مش في العظم. بدايه محتاجين الاول نرجع اللثه بشكل كويس عشان لما اعمل زراعه عظم تعمل العظم اللي انا هزرعه، فيبقى جوده العظم كويسه. بعدين احط الزرعه اكتشف ان المسافات عندها فيها مشكله، حجم السنه او حجم المسافه اللي موجود اكبر من حجم السنه اللي جنبها، فبالتالي لما جيت الدكتور يعمل السنه بقت اعرض من اللي جنبها. كان لازم ان هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نظبط المسافات، وده الجزء اللي انا بتدخل فيه انا ودكتور سمرائي، ان انا اقول من العيام الاول انت محتاج تعمل تقويم عشان نظبط المسافات علشان نقدر نعمل سنان يبقى شكلها زي بعض. او ان انا اتدخل انا ودكتور احمد محسن او دكاترة التركيبات في ان احنا نعمل فينيرز او قشرة تجميلية على السنة التانية فنظبط المسافات او نظبط عضة العيان. انا بشوف ان الدياجنوزس او الكشف على العيان ووضع خطة طبية، وان احنا يعني نظبط السيكونس الشغل ما بيننا او ترتيب الشغل ما بيننا، دي اهم حاجه في زراعه الاسنان.
كالعادة مميز يا هيثم. عايزين نعرف دكتور احمد محسن اسمه الحركه ايه بس بعد الحركه. هنروح بقى للدكتور ابراهيم الاباني اخصائي المتخصص في الجراحه وزراعه الاسنان، وهسالك سؤال لاول مره ممكن نساله ونتكلم فيه بالتفصيل، الخلع الجراحي، وعايز اعرف ايه الفرق بينه وبين الخلع العادي، وبعدين بعد الخلع مباشره هل هتسلمه للدكتور هيثم يعمل زراعه على طول ولا المساله تبقى عامله ازاي؟ طيب هو في الاول زي ما كان دكتور هيثم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس او كتسلسل. اوكي اول حاجه غالبا معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بيكون حالات ضروس عقل مدفونه. اوكي طيب دلوقتي انا عايز اعرف هل الضرس ده محتاج يتخلع اصلا في الاساس ولا لا؟ فابتدي اشوف المعطيات اللي قدامي، بنبتدي نعمل دايجنوزز او بنعمل كشف. طبعا لازم يتعمل اشعه على الضرس ده، ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت او على كرسي الاسنان عشان نقدر نحدد هل المشكله فعلا جايه من الضرس ده ولا ممكن تكون مشكله في منطقه مجاوره، بس الوجع زي ما بنقول حاجه اسمها ريفيرد بين، او الوجع ما اقدرش احدد مكانه فين بالظبط. يعني المريض بيكون جاي لي انا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالظبط. اوكي فبشوف المعطيات دي وابتدي احدد هل الضرس ده مثلا ممكن يكون عامل لي تاكل في السنه اللي جنبها، ممكن يكون مدفون عامل مشكله قريبه من العصب او حاجه، فبحتاج ساعتها تدخل جراحي ان انا اخلع الضرس ده. بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها على طول بالظبط. على حسب الحاله، يعني لو بنتكلم في سنه تانية، في حاجه مثلا قدام او حاجه غير ضرس العقل، ببتدي اشوف المعطيات برضو الموجوده قدامي، ببتدي اشوف الحاله العامه للضرس ده. يعني ممكن نقول مثلا في ضروس بتتخلع بس بنبقى شايفين في الاشعه ان في تحتها مثلا كيس دهني او تحتها خراج او حاجه، فده بالتالي بيؤدي الى ان الزرعه ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو اتزرعت في ساعتها. لكن فاحنا يعني بنضطر ان احنا او بنستنى شويه لغايه ما العظم يلم، بنشيل طبعا الحاجه الموجوده دي، العدوى الموجوده دي، سواء كانت خراج او كيس دهني او كده، وبعد كده بنسيب العظم يلم، وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع. لكن لو الحاله كويسه ومفيش اي مفيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلانت ده، بنقدر نعمله. عظيم عظيم. هروح بقى للدكتور مصطفى انور، طبعا مدرس علاج الجذور والراجل البارع جدا وصاحب المهاره المشهود لها بالكفاءه دي حقيقه فعلا. يعني مصطفى من الناس اللي ايدهم رائعه جدا. فمعلش بقى هبقى متحيز لمصطفى، انا عملت تقويم ولا انا، فانا خلينا ايه مصطفى. مصطفى شاطر جدا في الزراعه، في الجذور، في علاج الجذور اسف، وعلاج العصب. قول لي التقنيات الحديثه خدماتك قد ايه دكتور مصطفى في الفتره اللي فاتت، وخلت علاج الجذور هذا الشبح المخيف، انت عارف الناس كلها بتخاف من علاج الجذور وده حاجه زمان. واقعيه يعني كان زمان، كان زمان، دلوقتي لا، في متعه، في بساطه، في لا بجد في حاجه لطيفه جدا في علاج، ان انت كنت خايف جاي محمل بتجربه ان انت حاسس ان انت هتتالم وبتاع طبعا. وبعدين الله، وفين الالم؟ فين الالم؟ فين الالم؟ انت مستني اللحظه. في ناس والله بتيجي تاني يوم تقول لك اه دكتور انا ما اتوجعتش. الله، هو ده انتوا عالجتوني يا عم ولا ايه؟ ولا تضحكوا عليا؟ فانا عايزك تشرح التقنيات الحديثه اللي ساعدتك او طيب ساعدت عالم يعني علاج الجذور. اوكي، خلينا في الاول بس نقول ان تخصص علاج الجذور هو تخصص دقيق، وهو من التخصص الدقيقة في طب مجال طب الأسنان. دي حاجة. الحاجة الثانية طبعا هو الاسم الدارج ليه بالنسبة للمرضى هو علاج العصب أو حشو العصب زي ما بيسموه، فعشان بس لو فرض إن احنا قلنا كلمة حشو عصب يبقى المريض فاهم إن هي أصل الكلمة أو الأصل الكلمة العلمية هو علاج الجذور. طبعا التقنيات الحديثة أو الأدوات الحديثة اللي موجودة أو الأجهزة الحديثة الموجودة في مجال علاج الجذور تبتدي أول حاجة بالميكروسكوب الجراحي لعلاج الأسنان. الميكروسكوب الجراحي لعلاج الجذور ده بيفيدني ان انا اقدر بدايه من تشخيص الحاله. برضو ارجع واقول انا معايا اداه ثانيه او جهاز ثاني ممكن يفيدني، زي ايه؟ الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد اللي بتخليني ان انا اقدر اشوف الحاله واقدر ان انا تقريبا عالجت الحاله قبل ما ابتدي اصلا او انني ابتدي اشتغل في الحاله دي اصلا. طيب كشفت وعرفت وابتديت اشتغل، الادوات اللي بتساعدني في الشغل بتاعي عندي
ادوات رفيعه جدا اللي هي المرضى بيحبوا يسموها الابر، وهي مش ابر ولا حاجه، اللي بيساعدني في تنظيف القنوات. كان زمان بنعملها بايدينا، دلوقتي بقى في حاجات خامات فيها مرونه اكتر عشان تمشي مع الانحناء بتاع الجذور، وفي نفس الوقت بتساعدني انها تنظيف بسرعه شويه. وبعد كده وصلنا لحد حشو القنوات دي بطريقه حديثه شويه. دي كلها الحاجات دي كلها ساعدتني ان انا اعمل علاج الجذور بدقه وكفاءه وفيها سهوله جدا من غير ما العيان يحس باي الم. علاج الجذور بقى ممكن في اكتر عدد قد ايه؟ ممكن تقدر تعمل كم قد ايه في القعده الواحده؟ دكتور هيثم هيكلمنا في علاج الجذور بيتم في كم جلسه، بس هو يعني بيتم في جلسه واحده. بيتعمل في جلسه واحده؟ جلسه واحده. طب عايز كمان يعرف، انا مش عايز ارد على السؤال عشان دكتور هيثم هيرد، عدد السنين اللي ممكن تعملها في نفس الجلسه؟ عدد السنين اللي ممكن تعملها في نفس الجلسه قد ايه؟ عملنا ريكورد قد ايه؟ لا عملنا ريكورد كتير، مش عايزين يتحسد دكتور نور بس. لا 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 تقولش الرقم بقى، هو مش هنقول الرقم، بس احنا هقول لحضرتك احنا از لونج از ان العيان فكه او عضلات الفك مساعداه ان هو يقدر يستحمل شويه، واحنا معاه مش هنقول له لا. يعني از لونج از ان احنا قادرين ان احنا نشتغل والعيان قادر ان هو يشتغل والعيان مش حاسس بالم خالص، خلاص واي نوت. انت رقمك القياسي في قد ايه؟ مش عايز اتحسد بقى خلاص. لا خلاص بلاش الحسد. بلاش ارقام. طيب هنروح للدكتور هيثم صبحي طبعا ماجستير علاج الجذور، وبرده ما زلنا في علاج الجذور، وبيعجبني جدا ان كل عيله عندك يعني انا بسال يعني مصطفى يعني برده ايه زي ما بقول بالواسطه كده بالبتاع بزودت انا كده حته له، فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى. ماشي الدكتور هيثم قول لي يعني برضو عدد الجذور ودور الأشعة المقطعية اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها، وطبعا دكتور نور يعني اتكلمنا على الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية وهل المكان اللي ما فيهوش أشعة مقطعية ده يعني هل ده شيء يسيء له؟ ايه الفرق بين ان انا ما يكونش عندي أشعة مقطعية ولا مش معترف بقيمة الأشعة المقطعية؟ لا الأشعة المقطعية لها دور مهم جدا في علاج العصب. ازاي؟ يعني انا العيان اول ما بيدخل لي ببص على الاشعه بتاعته قبل ما ابدا شغل، ببقى باخد فكره عن الانحناءات اللي في الجذور بتاعه السنه، عدد قنوات العصب اللي موجوده عندي في السنه او في الجدر ده، وده ممكن يكون احد اسباب فشل الحالات مثلا كتير ممكن تجي لنا من بره متحوله لاعاده علاج عصب، بنعمل ريتريتمنت في السنه او في الجدر ده. العينه تقول لي يا دكتور انا رحت عند اكتر من دكتور بيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكله، طب ايه سبب الالم اللي انا حاسه بيه ده؟ ممكن نبص على الاشعه بنقدر نعرف ايه سبب المشكله دي. ممكن تكون في قنوات عصب مش اصلا مش مفتوحه، الدكتور ما قدرش يوصل لها. في قنوات عصب يعني المتدرج ما بين ان المعروف ان الضروس بيبقى فيها ثلاث قنوات عصب. لا ممكن توصل معانا لخمسه او سته، دي ما بتظهرش غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. السنه ممكن يكون فيها حاجه زي كراك او شرخ. ده مسبب فشل موضوع علاج العصب حتى لو كان معمول كويس. الحاجات دي كلها ما بنقدرش نتعرف عليها غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. ديت كم عدد الاسنان اللي ممكن نعمل فيها علاج جذور في الجلسه الواحده؟ زي ما دكتور صباح لحضرتك ما دام العيان قادر ان هو يفضل فاتح بقه من غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل علاج كبير. عظيم. ما زلنا مع عائله علاج الجذور، نروح للدكتور وسام الخولي اخصائي علاج الجذور وعضو جمعيه الامريكيه. والسؤال دايما عن الاجهزه، هل الاجهزه دلوقتي بدات تقول انا الموجوده انا الدور الاعظم ولا مهاره الدكتور؟ اكيد مهاره الدكتور، بس يعني ازاي نجمع الحاجتين مع بعض؟ ما انا مش مهاره لوحدها من غير اجهزه برضه. اكيد طبعا. ايه رايك؟ بص في البدايه يا فندم احب ارحب بحضرتك. الله يخليك يا فندم. دي اول حاجه. تاني حاجه شكرا يا وسام ان انت رحبت بيا، انت الوحيد اللي واشكرك طبعا. بتكلم زي ما انت عايز. الله يخليك الله يخليك. انا قاعد بص يا وسام ست اسئله هسالهم لك. الله يخليك. انت الوحيد اللي رحبت بيا. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. مبدئيا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما اني اخصائي فيه. زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم كان العيال لما يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده قاعد يشكيني بحاجات زي الابر. دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنيه الحديثه كلها والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدات تتنافس في الحكايه دي، واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده. ما اقدرش ان اقول ان مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبيه اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور وسام، لان كل واحده هتختلف عن التاني، وده طبعا بيبان بالاشعه المقطعيه والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم. فبالتالي الشركات بدات تعمل ايه؟
قالت خلاص لا انا عندي الدبابيس دي حاجات قديمه، انا هبتدي اطور من نفسي واعمل اجهزه اوتوميد بتشتغل. لا بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفيه كامله وقوي في الحته دي، انه لازم يحدث من نفسه، لان لو انا جبت الحاجات دي وانا ما عنديش الخلفيه هعمل بيها ايه؟ مش هستفاد بيها، وكلها طبعا لمصلحه الدكتور ولمصلحه العيان في كذا حاجه. فبدات الشركات دي تعمل ايه؟ تطلع حاجه اسمها الفايلات الابر دي، اللي هي الابر دي اسمها فايلز، بدات تطلعها بمقاسات مختلفه تناسب كل مريض. بمعنى ان انا عندي مثلا القناه العصبيه عند الناس الكبار بتبقى ضيقه شويه، الاطفال بتبقى واسعه جدا، فبتختلف المقاسات. فبدات الشركات تعمل طب انا عندي قناه عصبيه فيها كيرف، يعني كيرف فيها انحناء جامد، فبدات الشركات تعمل ايه؟ تقول لا انا هطور من نفسي واعمل فايل يجيب اللي هو الابر دي بنفس الانحناء ده وبمقاسات مختلفه، وبتفضل مقاسات صغيره لحد ايه ما تعلى بيها. طيب انا خلصت كل ده، عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسه، هيفضل عندي الجزء الاخراني ان هو ان انا هقفل القناه العصبيه دي ازاي، وده اللي هنعرفه من دكتور علي الصنباطي. هروح للدكتور علي الصنباطي بقى. قول لي يا دكتور علي، المواد المستخدمه اللي قال عليها الدكتور وسام ورمى لك الكوره كده، قال لك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمه فيه تطورت ازاي. قول لي بقى تطورت ازاي. هي مواد حشو العصب اتطورت جدا، يعني بعد ما الدكاتره قالوا ان خلاص احنا نظفنا القنوات وكل حاجه، تيجي للدور المهم جدا زي ما الدكتور وسام قال، حوار تقفيل القنوات او حشو الجدر. حشو الجدر مهم جدا، لان غالبا بيبقى ليه نسبه كبيره جدا في فشل او نجاح علاج الجذور بعد كده. يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجه وتمام التمام، لازم ان احنا ننظف القنوات كلها، وبيبقى في قنوات فرعيه للقناه الرئيسيه. القناه الرئيسيه ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجه، لكن القنوات الفرعيه دي هي بقى التقنيه الحديثه دي اللي طلعت، اللي هي حاجه اسمها 3D obturation او حشو الجدر ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتيح لي ان انا احشي القنوات الفرعيه او القنوات الثانيه، دلوقتي انا بقدر احشي القناه الرئيسيه والقناه الفرعيه. بعمل حاجه اسمها سيل، يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعمل لي مشكله او تسبب فشل في علاج الجذور اللي انا عملته. عظيم. المواد دي متاحة باستمرار؟ الدنيا غليت انت عارف يعني. لا هي متاحة دي معناها ان انت عارف. لا هي متاحة. متاحة موجودة باستمرار. صعب جدا ان احنا نعمل كونكشن ما بين الطب الاطباء بالميديكال تيرم باللغه الانجليزيه اللي بتفرض نفسها. انا بشكركم طبعا النهارده على انكم انتوا التزمتوا معايا الى حد 95-97% كده. احنا ما بنتكلمش ميديكال تيرم، يعني في الاول ناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام انجليزي كله، انا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلم وكلنا عمالين كله انجليزي في انجليزي، والمريض جاي مش هيفهم الانجليزي ده، والمريض جاي بتطلعات معينه، والدكتور بيتكلم بخبرته وفهمه وبيتكلم طبعا بتلقائيه شديده على انه عارف الكلام. فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب، وده دور مهم بتقوم بيه دكتور اريج سالم. دكتور اريج يعني انا مبسوط طبعا انك موجوده معانا النهارده، يعني بصير. يعني الحمد لله لقينا في الاخر. يعني على فكره احنا فريق الطب عندنا فيه بنات، يعني انا عارف الحمد لله، وانت جايب دكتور اريج بس فكريت اللي كانت موجوده يا سيدي، والله العظيم قعدت الرجاله اهم من اي حد بس جت. دكتور اريج طلبها جت خلاص جت خلاص. الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا اريج. الساعة وربع ماشي. بس انا حابة قبل ما ابتدي في اي حاجة ان انا اقول كلمتين مهمين. رحبي بيها الاول. هرحب بيك طبعا. رحبي بيها هو بس مكان. ربنا يخليك. بس انا حابة اقول كلمتين مهمين جدا، ان انا فعلا فخورة بوجود دكتور زي دكتور نور في مجالنا طب الاسنان، بلس ان انا فخوره ان انا اكون ضمن الفريق ده كله. انا فخوره جدا ان انا يعني فرد من الفريق ده. مهمتي هي مهمه تعتبر صعبه، عشان انا بكون حلقه الوصل بين الدكاتره وبين البيشنتس او الحالات. الحاله بتيجي يعني حالات بتكون متنوعه، بمعنى مستوى تعليمي مختلف، اماكن عيش مختلفه، كمان في سنتر دكتور نور الناس بتيجي من كل حته في العالم، بمعنى ان مش اي حد هتقدر تفهم اللغه اللي بيتكلم بيها او اللهجه اللي بيتكلم بيها.
مهم جدا ان انت تكون اول حد بتقابل العيان او الحالة وتكون متفاهم هي عايزة ايه، بمعنى انك انت تاخد منها كل الميديكال هيستوري او التاريخ المرضي بأريحية، يعني مش تحقيق، بمعنى انت عندك حاجة، انت مريض، انت في حاجة، لا احنا ما نكونش اجريسيف، بالعكس احنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة اريحية، يعني احنا متعالج من حاجة، هو حضرتك بتشتكي من حاجة، يعني نكون في الكلام، مش هو اسئلة موجهة. فانا حالة الوصل دي ان انا بوصل كلام الدكاترة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل البيشنت. بس كده. انت انا سعيد جدا جدا بوجودكم كلكم معايا، مبسوط جدا بلقائي معكم، وإن كنت بشوفكم كتير يعني بس ان احنا نشوفكم كلكم مع بعض بهذه القعدة الجميلة. مبسوط جدا اولا بالناس اللي جالنا الموجودين معنا، الناس اللي يعني ما شاء الله لهم تاريخ رائع. مبسوط بقى بالشباب اللي انا متوقع لهم، في ناس انا متوقع لها ان احنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، وان كان منهم الشباب ده تحقق ما شاء الله يعني سمعة وعدد ساعات عمل جبارة جدا. يعني فعلا انا مبسوط ان احنا بنقدم النهاردة صوت للطبيب المصري في منظومة طبية بتعمل بعمل جماعي. هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في ظروف صعبة. اكيد في مرة هنلتقي تحكولي كده الظروف الصعبة، ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرم كل واحد فيكم وفتح عليه، لكن اكيد مريتوا بزمان وفي بداية وبتاع، يعني زي ما انا بحكي دايما اقول ان اول مرتب خدته كان 117 جنيه ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني 40 جنيه عادي. فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم احيانا والى اخره. ادي المنظومه لما بتكون ناجحه ممكن تقدم لنا ايه. شكرا دكتور نور على انك انت وفرتنا هذا اللقاء. انا اتشرفت النهارده بوجود الفريق اللي انا فعلا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم. ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافه الطبيه التي ستبقى. ده شيء لا يختلف، ده تاريخ لا يختلف على الناس. شوف الناس صحيح انت بترأس مجلس إدارة واي تي، لكن في الآخر أنا بتكلم على ثقافة طبية قدمتها قبل ما تقدم واي تي للناس. أنت قدمت ثقافة وده مهم جدا جدا يعني. نورتنا دكتور، تشرفت بيك، خليكم دايما مع الناس الحلوة. المطلوب إن أنت تاكل كل حاجة بس ما تخلطش بالاثنين. لو عايز تاكل كل النشويات الاول قبل البروتينات بنص ساعه، او خلي اخر النشويات في وجبه والبروتينات في وجبه ثانيه، لكن الاثنين مع بعض قابل المشاكل بقى العديده في الهضم بالنسبه ليهم. كمان الفواكه كده، ما تاكلش الفاكهه بعد البروتين، كل فاكهه قبل البروتين. طبعا اللي انا بقوله ده ممكن يعتبر من المعجزات بالنسبه لناس كتير، ناس واخده انها تحلي بعد ما تاكل. لا، الصح قوي ان انت تحلي الاول وبعدين تاكل.